أكد عدد من النواب للتلفزيون المصري أن الدولة تعمل على تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة وإجراء تطوير للسياسات السمادية في مصر حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذي يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة في ظل التغيرات المناخية. على ان الملف الامني الغذائي من اهم الملفات الدوله المصريه حريصه على دعمه خلال السنوات الاخيره، ومن اهم مدخلات الانتاج الزراعي هو الاسمده، فبالتالي بيتطلب دعم هذا الملف بشكل كبير. المزارع المصري هو عصب الدوله المصريه والفلاح، لازم ندعمه بشكل كامل، ولكن لابد ان نبحث عن اليه سواء بتوفير الاسمده وبسعر مناسب ويتناسب ايضا مع الاسعار المتعلقه بالمحاصيل الزراعيه. الدراسه غايه في الاهميه لانها بتناقش مدخل مهم في القطاع الزراعي، والمدخل ده ما يتعلق بصناعة الأسمدة. الدراسة خلصت إلى عدد من النتائج، وكانت كلماتي الحقيقة تتعلق بأنه هذه النتائج تحتاج إلى الترجمة بأنها تخرج في شكل استراتيجية متكاملة لصناعة الأسمدة تراعي عدة نقاط، أهمها على سبيل المثال استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في عملية صناعة الأسمدة، من حيث أنه بتستخدم هذه التطبيقات في تحديد احتياجاتنا من الأسمدة، وضع قاعدة بيانات بالحيازات الزراعية المختلفة، وبالتالي ده هيساعدنا في تحديد الاحتياجات وتحديد كمية الصناعة المحلية الموجودة وكيفية يعني تلبيتها.